بسم الله الرحمن الرحيم. معكم مصممة رابعة إبراهيم هاشم في صباحات سودانية وفكرة جديدة. حابين لنا نتكلم عن حاجة ممكن تكون متوفرة في أي بيت، اللي هي المواسير. يمكن تكون ما مجالي، لكن حاجة لقيتها قدامي متوفرة فحبيت أستفيد منها. نستفيد منها ونعمل منها حاجة تديني شكل مع القلة الحاصل في أي حاجة بقت غالية يعني. فحبينا نستفيد من الحاجات الموجودة داخل المنزل. الفكرة دي جاتني من باقي المواسير الموجودة في البيت. فحبينا زي ما نقولوا الحاجة هي الماسورة العادية 4 بوصة، بس تكون متوفرة. إذا حبيتوا في المقالق موجودة، بس فحبينا منها فازة أو كورنر أو زي ما تحبي أنتي تعملي. بس ممكن تعملها بعدة الحاجة الأسهل ليك يعني توفر ليك. ممكن نعملها ويس بالرشاش، الرشاشة بتاع البوهية متوفر برضو في المغالق ويس، يبخذوا العربات ويس. ممكن نعمله بالرشاش، وممكن الأفضل هي البوهية العادية. البوهية العادية دي ويس، نجيب البوهية نحلها بحبة سنر نرشها كنت عليها جليتر او اي حاجه كريستال، الحاجه اللي انت حابه على ديكور بيتك على كده، الحاجه اللي انت لقيت فيها جمال بيتك او كده بتعمليها. فنبدا ونشوف، نقول بسم الله ونبدا نشوف الاسطوانه دي كويس، وان زي ما انت عايزه ممكن تعملي، ممكن تركب عليها قماش، تركب عليها كريستال كويس، ممكن نكتب عليها كويس، ممكن نعمل عليها اي شكل. ممكن زي ما قلنا بالشريط الكهرباء، شريط العريضة، شريط زي ما تحبي. ممكن قلنا نركب قماش، نخد على قماش كريستال أفضل مما تخدت عليه هو. فنجرب بس شريط الكهرباء بسم الله زي ما عايزين الشكل اللي احنا عايزينه أو محتاجين له أو حابينه زي ما انت تحبي تعملي. الورقة دي عشان ما نوسخ الحتة اللي احنا فيها او كيس او مشمع، عشان ما نوسخ اللي احنا فيها. وعموما افضل يكون عندك جزء حتة خاصة بشغلك ده. بعد ما البوهية تكون لينة ما تنشف، ثبت بيها الجليتر. ممكن قلنا كريستال، خرز، يعني أي واحدة والحاجة اللي نفسها فيها. رجعنا لكم نشوف الشكل النهائي، نفك اللاصق. بكده نكون طلعنا الشكل النهائي. وممكن نعمل في حتة لون من تاني زي ما حابين، أو ممكن نعمل اسبراي يعني
الخميس في الفراغ. إذا كده يكون الشكل النهائي ينتهى، وإن شاء الله يعجبكم، وممكن تكونوا تعملوا أجمل من ذا، بس حابين نوريكم الفكرة ونستفيد من المخلفات، ونشوفكم على خير في فكرة جديدة.